الفكرة يا فندينا. هربوا رمانة. طب يلا، انت عارف هتعمل ايه؟ وجد. وانا بقول الدنيا زهزهت ولعلعت ونورت كده ليه؟ وبسأل نفسي ايه الاسفلت منور ليه؟ اتاري افندينا بيمشي عليه. مبروك علينا خروجك لينا بالسلامة، ناسك وحبايبك وقالك واصحابك. شلبي امرني يا برنس. طلبات الترابيزة دي كلها على حساب المحل، غرق الترابيزة بكل الاصناف، اي شيء يفكر فيه يحلم بيه دست منه تحت رجليه. امرني امرني يا نجم. بيضون المالت، اهلا. مصر نورت. الحمد لله على السلامة. الف حمد لله على السلامة يا نجم، الف حمد لله على السلامة. ايه الشيكل؟ ايه الوجاهة دي؟ سربت القطة يا بيضون. بس انا عارف انك ما تقصدش، عارف. مالك يا مالت؟ زعلة فندينا ليه؟ لا لا كابتن، عنك انت الحوار ده، انت راجل نجم. العيال دي انا عارفها. لا يا بيضون. افندينا رمانة. انا مش قادره اتلم على نفسي، حاسه ان مفاصلي سابت مني. معقوله يا خميس؟ معقوله ايديتي تنط السنين دي كلها وترجع لي؟ معقوله الدنيا هتفرد وشها من تاني؟ وحشتك يا رمانة. دي الأيام كانت وحشة أوي من غيرك. وأنا ما شفتش الحلو منها إلا ساعة ما شفتك دلوقتي. وأنا هخليك دلوقتي تشوف اللي أحلى. سامع هوس؟ طفي النور ووطي المزيكا والدنيا هوس. أفندينا رجع والشفة ضحكت والليل سهر وبكرة جاي وامبارح اتنسى وانا هرقص واغني لفندينا وبس. والمزاج موزون ليلاتي قسم يا مزيكاتي. معالي الباشا، معلش بدوش معليك، محسوبك الملط. معلش أنا آسف، لو ما كانش الظرف طارئ أنا ما كنتش اتصلت ودوشت معليك في ساعة زي دي. لا لا لا، مش خير يا باشا. خميس أفندينا وصل وسهران عندي الليلة. لا 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 لا، اطمن معليك، رمانة خرجت قبل ما يوصل وفجأة جابها تاني. الحكاية محتاجة زقة من معاليك وقفلة الحدوتة بايخة، لازم تنتهي قبل ما تبتدي. أمرني يا باشا، أمرني معاليك. مع السلامة. النبي ما تزعل نفسك. من خوفي لبكره
ايوه يا مسامية. ايه ايه بتقول ايه؟ مش سامع. خليك معايا خليك معايا. بعد اذنك يا فندم. بعد اذنك صح؟ روح. لا روح مين؟ لا بداية الليلة. ايوه. زي ما انتوا يا بنات. هطمن على زمايلكم وراجع على طول. ماله. روح معايا طبعا النهارده. نعم. ما انت تسأليني وانت مكشره. بقى بذمتك تخرج من غير ما تقول لي وديني لأوريك. وانا خارج علشان اشوف. ما تغيرتش يا روح، لسه صايعه زي ما انت. وحشتني يا ابن الايه. يعني وانا في السجن الدنيا ما كانتش حلوه. دنيا ملهاش طعم بعيد عنك. بالعربي كده مش مزاجك. اهو جه اهو جه اهو جه. طب يلا مستنياك. ما تعوقش. انا اقدر. ما تقدرش. اقدر اقدر. اه ام ساميه معلش ما كنتش سامعك عشان الدوشه اللي جوه. كنت بتقولي ايه؟ يا ستي ما كده كده هتعرض يا نبى الصبح. المهم عملت اللي قلت لك عليه. انت قلقانه من ايه؟ مش شماعه البنسيون؟ خلاص مش هلاقي حته اتلقح انام فيها، يعني لازم اخرجك الصبح. حاضر ستي حاضر حاضر، هجيب لكم فطار معايا. ايه ده ايه ده؟ هو الفول والطعميه كبركم بتشنجان وعلى حسابك. مش قادره. ادولها نص ليمونه. يا ام ساميه يلا بقى عشان الحق الناس اللي جوه الاحسن عماله بتنزف. اصلها حادثه كبيره قوي. مساكين جوه فين؟ جوه العنبر. يلا في بلح سنة اتفخرت عليهم محدش هيعنبرني. بحبك يا بدران. انقذتني. بس في سؤال تقدر تقول كده محيرني. انت ليه كنت بتدافع عني بقلب قوي كده؟ حسيت انك مظلوم. شفتها في عينيك وانت بصصت من ورا القفص. سمعتها في رنة صوتك وانت بتحكي لي اللي حصل. قلب المؤمن. حسيتها في رعشة ايديك وانت بتسلم عليا. قلت هي دي الانسانة. اه هو ده الانسان. الخسارة في حبل المشنقة. بس انا عايز اسالك سؤال. هو انت دلوقتي لما تقتل خاين بقيت مجرم قال؟ ولا لما تدور على اللي بيبسط الناس وتجيبه لهم لحد عندهم وهم قاعدين كده بقيت مهرب بقى لا سمح الله؟ مهرب؟ قبض الروح يا بدران مش حاجه سهله. بس كمان مكتوب عشان الناس تعيش لازم الناس تموت. يعني نفضل عايشين كلنا؟ وكمان عشان الناس تحس طعم الدنيا لازم يبقى في مزاج. ده بالبق. لو عاجبك خليني احط لك شويه هوا تاني. يا على كتفك ده. كفاره يا فندينا. Thank you.
أتعرف. أعرفك. براء النوح اللي مطرح ما يحط رجليه يحضر قبض الروح. ارجع! اثبت! وأنا بقى حالف مخضب من هنا غير وأنا مسلم روحك للي خدتها يا أفندينا. اثبت! متشكرين يا كابتن مصر يا محترف. تطورنا يا فندم. اقتلني. اقتلني يا خميس. وانت لو ما قتلتنيش انا هقتلك. هقتلك يا خميس. لو حابب نتعرف ياض انا بقى اعرفك. خميس يا فندم. اول خميس ملوش جمعه يا لك. لقيت بتسهر ويانا ولا تروح تتفرج على التلفزيون؟ دوس على الزنات وقتلني. انا مش خارج من هنا غير يا قاتل يا مقتول يا خميس. ورحمه الغريب لا هقتلك يا خميس. اثبت! اثبت يا انت فاكر يا دي المده بيرمرم كده هلا ليه؟ والمده بتاع عيال. المده عنده مزاج وبينقي الجته اللي يناولها الشرف ده. وانا ليه دم عندك؟ وهاخده يا فندينا. هاخده منك يا فندينا وهقتلك. اثبت! ما تثبت يا اثبت يا افتح بوقك يا ابوك ياد عارف انك هنا. ما ظنيش انه بالغباوه دي. ولا يا زوز؟ ما ظنيش. الله، يعني انت كده خرجت عن طوع ابوك. معلم النوح معناها لازم تتربى ويتعلم عليك بس، وابوك هيقرا العلامه دي كويس عشان بعد كده تسمع كلام ابوك. كلام امك لا. ها؟ اثبت! اثبت يا اخلص. عرفت حاجه؟ وصلنا له يا كبير. فين؟ كباريه مالت بيضون، رائد لأفندينا هناك. وانتوا كنتوا فين؟ وازاي تسيبوه يروح لوحده؟ ما انت عارف دماغ المعلم براء، ناشفة زي الحجر، رفض حد يروح معاه. وبيروح له في حجر مالت، ده كلب أفندينا، وقطته بتتمسح فيه. جهز بسرعة كام راجل من رجالتنا يجوا معانا، لازم نلحقه قبل ما ياكلوه، يلا بينا. خميس قفش الدنوح في كباريه المال وعامل عليه حفله هناك. خميس اللي راح له ولا هو اللي جاله؟ لا الواد هو اللي راح له، بس شكله كان ناوي على الشر، لكن افندينا لعبها معاه وجابه تحت رجله. خلاص، مال وشك مصفر كده ليه؟ لا اله الا الله، النوح مش هيعدي اللي حصل لابنه ده بالساهل حاج. هو خميس قرص على الواد بالزياده؟ الظاهر كده. ما دام الخبر وصل لك يبقى ضروري راح للنوح. طب والعمل يا حاج؟ طب بتسالني يا ابو سنه؟ لم الرجاله وروح في ظهر خميس احسن يخرج يتفاجئ بيهم. هات يا جمال يا رب. استرها يا رب معانا. استرها.
الزوز راح ربطه في كرسي كأنه حرافي، وروحنا ملبسينه نص الطب الفوقاني لمؤاخذة وأحمر وهو لابس أسود. لو كنت شفت المنظر ده كان قلبك رقص من الضحك قد وسطك يجي 100 مرة. أيوة يا خميسة حبيبي، بس أنا خايفة عليك، قلبي هيقف من الخوف. اتهد شوية يا أخوي، ده أنت يا دوبك لسه خارج وعملت كل ده، أمال اللي جاي إيه؟ اللي جاي زي اللي راح، كله رغاوي. يعني أنت هتفضل رامي نفسك في النار كده على طول؟ متخافيش يا رمانة، النار ما بتحرقش مؤمن. أنا ما بهزرش. إيه ولا أنا بهزر؟ ولا أنت شاكة إني مؤمن؟ لا طبعاً يا أخويا، ربنا يزيد ويقوي إيمانك أكتر وأكتر. أمين إن شاء الله. بس أنا والله خايفة عليك من اللبش ده. لبش إيه؟ هو أنت عايزين أسيب حق يا رمانة؟ أسيب الناس اللي خانوني وسلموني للحكومة؟ أسيب البيت لعالم واطي يلهفوه مني؟ البيت اللي تعبت وشقيت وأنا ببنيه طوبة طوبة؟ أنت ما تعرفيش أنا تعبت قد إيه؟ ولا شقيت إزاي عشان أبني البيت ده؟ أنا اتذللت للزباين. أنا ياما كنت أقف للزبون أثبته وأتذلله. اللي جاي ياخد قرش ولا قرش ونص أثبته عشان ياخد له وقية. واللي بياخد وقية ولا وقية ونص أثبت فيه عشان ياخد له فرش. إن شاء الله حتى يقسمه هو وزمايله. أنا شقيت يا رمانة. شقيت وعرقت وتعبت على ما وصلت للي أنا فيه وبقيت كده. أقوم بقى سايب كل ده في الآخر وأقف أتفرج؟ ساعتها مبقاش استاهل اسم افندينا يا رمانة. ايوه بس انا بصراحه كده ماليش فيه، انا بحبك يا خميس وخايفه عليك، مش عايزاك تضيع مني وتبعد عني تاني. هو ده قدري ومكتوب يا رمانة. غلط بقى ولا صح، هو ده انا. اليوم امي جالها الطلق فيا كانت بتوزع بضاعه ساعتها وشالتني، كنت يا دوب لسه حته لحمه قد كده حمرا كده صغيرة، وقامت شايلاني في صندوق حشيش. عشان كده انت طلعت صاحب مزاج. انا اتفطمت عليه. من ساعتها وانا بقول يتوب علينا ربنا، ولحد دلوقتي بقولها. الصندوق ده رمانة كان تابوت. تابوت من اللي بيشيلوا فيه الميتين. زي ما يكون مكتوب عليا ان اجيب الدنيا من اخرها واسرق طعمها من بق الموت. ايه الكلام الكئيب ده؟ ايه اللي فكرنا بالليله دي دلوقتي؟ هو انا ما وحشتكيش يا بت ولا ايه؟ وحشتني طبعا. طب امال ايه بقى؟ ايه بقى؟ تعال دق اهو. ايه؟ اهو بقى. اه تلعبي ريست. ريست ده ايه؟ ريست يا بت، ريست دي لعبه النخبه. تعال بس ما تخم. ماشي ماشي يلا. اصبر كده. واحد ثلاثة. يا بنت قوية يدوب علينا ربنا. راح فين على الصبح كده يا براك؟ مالكيش فيه، خليك في حالك. ما هو ده حالي، هو انا مش مراتك ولا ايه؟ مراتي؟ مراتي بأمارة ايه بقى ان شاء الله؟ بأمارة الوضع اللي ابوك غصبنا عليه. بقولك ايه؟ حل عنا فوخي والصبح قولي على الصبح. انت صحيح لو عايز تنتقم من خميس لازم تعرف ان عنده رجاله كتير وعزوة اكبر، يعني عشان تنتقم منه لازم تبقى قده. خدنا على اخوانا اهو رجالته ابن الكلب، بس وديني لكم جايب اجله بايدي دول. ساعتها تكبر في عيني وتسد الخانه الفاضيه وتحل محل اللي راح. اكبر في عيني مين يا بت؟ اوعي تكوني فاكره ان انا رايح اخد طار اخويا عشان اكبر في نظرك ولا حاجه. ده انت تبقي اتعبطتي قدك 10 مرات بيترموا تحت رجلي كل ليلة. بس انت بتيجي كل ليلة تترمي تحت رجلي وما بعبركش. تعبري فيه يا بت؟ آه! آه! آه!
فار يا بنت الكلب وهات امك اللي عرفت مامك صح. حرام انت وعيلتك ربنا يرحمك. بس وانت نزلي لتحت دلوقتي يلا. ارفع وشك يا مش ابن النوح اللي يحط وشه في الارض. مش هقدر ارفع وشي يا بابا غير لما اسحله قدام رجالته واخد حقي بايدي. حق ما يتاخدش بقعده نسوان في البيت ولا بكلمتين فاضيين. الحق يلزمه قوه تحفر بيها قبر للي ليك طار عنده. والقوه دي لازمها دماغ شغاله عشان توزن بيها كل ده عشان يوم ما تضرب كفتك انت اللي تطب. فهمت يا براء؟ نسوان ناقصه رباعي؟ ده احنا على كده بقى ما كناش نسوان. الوليه كل شويه تغضب وتصرخ وتروح تعيط له. قال على راي المثل الراجل انيها وهي بتبص لامه بعينيها. قال بشاير ايه ده المفروض يسموها نوايب. ولا ولا الله يخرب عقلك انت بتلعب في الجهاز عشان تموتني. انا عارفه ان امك مسلطاك عليا عشان تعمل فيا كده. البيت بتابونا والغرب بيكرشونا. يا لهوي انت البيت اللي انا لسه موضباه. انا الحقيقه منين ولا منين؟ بس ارحموني بقى. صباح الخير يا امي. صباح النور يا حبيبي. ازيك؟ في ايه بقى الصبح؟ طبعا ملاتك من ناحيتي وشعليلتك نار. يا ام يا ام انا راجل عندي شغل وطالع عيني فيه عشان خاطري. بالراحه بالراحه يا اخويا. ربنا ياخدني ويخلصني بقى وترتاح عشان ترتاح انت ومراتك وابنك في قلب البيت ويروق. لهمهم كله انهم يخلصوا مني. ابوس ايدك ابوس ايدك. خلي انت قلبك عليا عشان خاطري. حاضر يا حبيبي حاضر. انا ليا ايه في الدنيا دي غير راحتك؟ انا مناي حاجه واحده بس. اموريني. تطلق الوليه دي وتخلص منها. ده ابوسها عكر. شايف ادي امك ايه عايزه تخرب بيتي وتطلقني. قولي لي بقى انت هتستفيدي يا ست انت لما تخربي بيتي؟ هتتجوزيه انت؟ ضربي قله الادب بتاعتك دي. امال عايزه تخربي بيتي ليه؟ ده انا حماتك يا بنت. انا اضربك بالجزمه على نافوك. كفايه بقى كفايه. ده ما بقاش بيت ده بقى بستان. طب اعمل ايه؟ انا هخفى من وشكوا خالص وحتى همشي هروح شغلي من غير ما اغسل وشي. ارتحتي بقى يا اختي؟ ارتحتي انت يا اختي؟ دلعت ابنك؟ ده تكنيله في شكلك. امشي وانا من وشي. ده انت ما فيكيش ذوق. هتتطلقي هتتطلقي. ها الشاي بتاعك يا معلم ابو الشام. شاي وسكر. تحت امرك يا معلم. زد السكين ونص. قسم السكين ونص. خير يا عمنا. اهلا. ادينا الطلب ده وجب. كمل انت مع الضغوط. عيني. خليك معايا يا ضغوط. كمل العشر. ايوه استناه. نص فرش اربعه يا معلم. زودت 100. حاضر. طب اخفى دلوقتي. اه لا صبر. عملت كده السكينه. اه لا انا عايزك اذبح. ها طول عمري بقول لنا قد الشوق وليالي الشوق ولا قلبي قد عذابه عذابه. يا شوق اللي مخرجك كده قدام البيت. الناس رايحه جايه عماله تبص. ايوه استنى.
ابو سنة. مالك يا اخويا؟ اتخنقت زهقت، قلت اطلع بره شم شويه هوا. طب خش جوه دلوقتي. خش جوه دلوقتي. من عيني. حاسب لا تقع على وشك. كعبلت في طرف الجلبية يا حاجة. سلامتك من الكعبالة يا معلم. عايزين نص فيها شربعات. كم دول؟ زيادة 100. بقول لك ايه؟ نعم. قول للولية بتاعتك دي تبطل الأعمال اللي بتعملها. الأعمال دي مش لينا احنا يا حاجة، ده عشان تبعد عيون الحكومة عننا. بس والله غلبانة وبتحبك البنت. اه يا اخويا، وانا كمان بحبها من القلب للقلب رسول. ربنا دي من محبة، مصلحة. عمر استاذ. انا عايزك في مصلحة يا معلم. مصلحة ايه لا مؤاخذة؟ احنا عايزين له بقية حشيش. ايه؟ حشيش؟ اصل انا ودني بعافيه ما بسمعش. الحشيش قال لا مؤاخذه يا معلمي، لا مؤاخذه يا معلمي، قال انا منامك يا معلمي. في ايه يا زوز خير؟ الاستاذ تايه، فانا قلت مش حد ادله غيرك يا معلمي. معلش يا ابني اعذره، الدنيا تلاهي، هو حد عاد عقله فيه اليومين دول؟ تحت امرك اخويا، في حاجه؟ انا جاي اقصد مزاج الخير يا معلم. بس كده؟ عينينا ليه؟ خدوا المعلم شلوفه خليه يعمل له احلى حجر معسل على حسابي. اوعى تحاسبه، ده ضيف. ها يا معلم، انا قصدي المجاج حشيش يعني. ايه حشيش؟ حشيش يا ابني؟ حد قال لك ان الحته دي في حد بيبيع فيها حشيش؟ يا نهار اسود، ده خير انت تعمل شر انت؟ لا نضيفك تقول لنا بتبيع حشيش يا ابني؟ احنا بتوع معسل الحاوي يا اخوانا، الراجل ده جاي يبوظ سمعتنا، بيقول الحته فيها حشيش. حبيبي انا بجهز لك الفطار. والجاكيت فين؟ جاكيت؟ لا مش هنا، مش في الدولاب يا حبيبي، ما انت حاطه هنا ورا الباهم، انت نسيت ولا ايه؟ اهو الجاكيت بتاعك اهو. الضرفه دي مقفوله ليه؟ مقفوله؟ اه اصل انا قافلاها، اصل انا هدومي كلها حاطاها في اوضه اللبس هناك، فحطيت شويه حاجات حريمي كده قفلت عليها هنا، ما ينفعش تشوفها، عيب كده. حريمي؟ اه بس يا خبوستي بقى، ما ينفعش. مش بتقولي حاجات حريمي؟ بس عيب. يلا يلا عشان تفطر، انا عامله لك الفطار بايدي. انا هفطر في الحاره مع اهل الحاره، وحشوني. طب يلا عشان تلحقهم بقى. طب ابص بص. يلا بس خد الجاكيت بتاعي. ايه اللي هناك ده؟ ايه ده؟ شايف حاجه؟ بس هو مفيش حاجه، شويه حاجات كده حريبي. يلا يا روحي يلا. حريبي. يلا عشان تلحق. بس باجي ابص. ماشي يا اخويا ماشي. رمانة. كنت فاكرة روحي بس متشعلقة في رقبتك، أتاري جدتي وكل حتة فيا قفشين في إيدك، مش طايقين غيرك حتى لو كان من دمك. قلبي متفصص يا غريب وشبع مرار طافع، لا انا قادره الم نفسي في حضن اخوك ولا طايقه اديله ركن جنبك. ومين فينا اللي مات؟ انا ولا انت؟ وايام الجواز وسنين الجواز، ادي اللي احنا بناخده منه للشباب، هم وقرف وغم وكلام فارغ. لو الغريبه بقى ان في ناس لسه عاوزين يتجوزوا يجوا يشوفوا النيله اللي احنا عايشين فيها دي. تؤمر بحاجه تاني سعادتك؟ لا اتفضل انت ادخل. الهوا معايا يا باشا. طيب عندك. حظك في رجليك يا باشا،
اخباريه طازه ومن النوعيه اللي بتحبها، قلت لازم اجي ابلغ لك بنفسي. قبل ما تقول اي حاجه علي، انت قاعد على القميص بتاعي. مبروك يا ام سامي. الله يبارك فيك يا حبيبي، بس انا خد يا ولا زرقتوا يا بنات. على النسوان مسامية، عيون ام سامية وقلب ام سامية. هات المفتاح عشان عايز انام. نوم ايه النهارده؟ يوم مفترج والبنات اهم، هنروح نهيص. نهيص ايه؟ هو انا زبون يا ام سامية؟ خلصي بقى، هات المفتاح. زبون اخس عليك، ما تقولش كده، ده انت صاحب بيت. بيت ايه ده اللي حابه صاحبه؟ وحياة سامية اللي عيني لسه ما رأيتها، لا خليك كبير المنطقة، اخليك ديك رومي منفوش كده ماشي. اخلص يا ام سامية انا تعبان. الله 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 الله، ايه ده؟ الله 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 الله. ايه ده؟ البضاعة دي مركونة هنا ليه يا براء؟ أنا يا حاج اللي قلت لهم يلوموها من السوق علشان يزيد سعرها يعني. وأنت فاهم لما البضاعة تشح من السوق الناس هتسكت؟ يعني هيعملوا مظاهرات. اخرس انت، امرك كبير. بضاعة دي لما تشح من السوق الناس هتدور على غيرها، وفي زيها دلوقتي كتير والمضروب منها بقى اكتر. يا معلم محدش يقدر ينزل قصادنا في السوق. يا حاج السوق انا ربطه من عرقوبه، وكان يعني على خميس وعيله ابو سنه، فدول كبيرهم سبارس يبعوها في دلاب زمن وراح. يا تفهم، سوق بير السلم هو الخطر الحقيقي اللي انت ما انتش حاسس بيه. دي ناس مدرية محدش عارف عنهم حاجة، والكيف ويزل صاحبه وبيخليه يترمي في عبء اي حد يظبطه. بضاعة دي لازم تتوزع من الليلة. ايوه حاج، بس ما بسش كلمة اللي قولها تتنفذ على طول، فاهم يا براء؟ احنا هنسلم حبايبنا الاول، عربياتهم هتبقى جاهزة في المكان والمعاد اللي أنا هبلغكم بيه قبلها بساعة. براء مع آخر فوش ورز ويا الرجالة. وشفاعة يا حاج؟ لا شفاعة، عنده زيارة لناس حبايبنا. اتفضل يا كبير. خياط الحجاب ده في حجر بنطلونه وحتنوا له المراد، وبعدها العيل هينزل يتزفلط دغري من ظهره. ادعي لي، اوعي تنسي الاسم، حنتومه سقسقه عشان الدعوه تجوز. اما الحلاوه بقى يا وليه، اسكتي شويه، عايزه اكلمك احكي لك. ما خلقك ضيق كده، مش مقاس حلاوتك. ده انت حلاوتك ياما وتسقي من الحبايب كتير. وحياة امي يا حنتومه، لو ما سكتي اللي هجيب لك الرجاله اللي بره يجوا يقطعوك هنا. ده اما شويه رجاله بره، انما ايه؟ لوز. بقول لك ايه، ما تجيبوهم من بره يفتشوا ويبقى التفتيش ذاتي. وهو كل واحد ينوبه من الحب. يا وليه تهدي شويه ووراقي كده بالصاجات اللي نازله بيها على دماغي، انا جتتي مش خالصه. ايه هو المعلم؟ مش المعلم. امال مين الاصل؟ اختي مش عارفه، ده زي ما يكون طير كده وحط على سقف بيتنا، سمعت عنه كتير واستنيته اكتر، وساعه ما شفته زي ما يكون عفريت ولبسني، زي ما تكون يا اختي الندهة بتشتغلني في الرايحة والجاية. اهلا، هات الكوز وسيبك من العجوز، مرهوش مرهوش، ده الحكاية عوق وكلها مطبات يا ست شوق. طب والخلفة اللي كنت بتجري وراها من المعلم واللي بقالك سنين هتموت عليها؟ يا اختي بركة انها ما حصلتش كده، اسلك واروق عشان الواحد لما يعوز يهنج. لا قد كده ورسني على الدور عشان حنتومة سقسقة تعرف تشتغل، ولو كرب يعدي ولو ضيقة توسع ولو شر أنسلهولك واسلتلك منه خيره. اه يا بنتي يا حنتومة، لو حصل هتشوفي مني اللي عمرك ما شفتيه بره، هديكي بدل الطاقة 10، بس هي الرجل تيجي والسنارة تغمز.
عارفة انه بات بره معذور مش تقلي الدنيا. انا عايزاكي في حاجة اهم، انتي بنت اخويا، واذا ما شلتكيش في بيتي اشيلك في عينيا الاثنين، والاهم من كده انتي مرات ابني، وابني ده كبير العيلة واخر جدري فيها، والجدر ده لازم يبقى له فروع ولا اسم افندينا يموت. عارفه مش بايدك، عارفه، لكن احب افكرك انه عاش معاكي قبل ما يروح السجن ظلم 10 شهور وما حصلش. كان ساعتها عندنا وقت، لكن دلوقتي مفيش وقت، ما نقدرش نستنى، اتكلي على الله يلا وفرحينا. عارفة كل شيء بيد الله، بس برضو جعلنا أسباب، والست اللي ما تعرفش تجرجر جوزها لغاية سريرها ما تبقاش ست. يلا سرحة معاه طول النهار ده، خلاص ما بقاش فيه لا خشة ولا دم ولا أخلاق. عايز الناس يقولوا على ست الحبايب إيه؟ مسرحاكي؟ ده جارية بص ومتربية معاه. جارك مش جارك ملناش فيه، يا بنت ركزي في الكلمتين بتوع البص عشان تستفيدي. اسمعي يا بت، انا عايزك تنتبه لقمه عيشك عشان ربنا يبارك لك في الالمونيا اللي انت بتقفشيها، وبدل ما انت سارحه معاه طول النهار كعب داير، هاتي هنا المحل على الاقل يبقى تحت عينينا ومطمنين عليكي معاه، وبالمره يفتح لك ازازتين ثلاثه بيره، وهو الجار اولى بالشفعه. رمانه الطله اللي مش في اوانها دي، عايزاك ضروري. بالسلامه انت يا روحي. اسمعي، اوعى يحصل صرمحه بره المحل تاني، الصرمحه تتم هنا جوه المحل تحت عينيا. شلبي مرني ذاكر لها باب الركلام صفحه 4. اعتبره حصل يا برنس، ده جيل مهبب لا بيذاكر ولا بينيل. يلا يا اختي انت وهي. يلا شلبي مرني الكيت يا روحي. لا مؤاخذه يا نجم، باب الركلام ها، اموريني يا نجمه. بقول لك ايه يا مالت، اوعى تجيب سيره الخميس بأياتها حاجه. خميس سيرة حاجة، لو حطيناهم جنب بعض يطلعوا ايه يا نجمة؟ جرى ايه يا مالت، انت هتعملهم عليا؟ ما انت فاهمني كويس. اسمعيني كويس، انا ابن السوق والكلام لازم يبقى اخد وعطا. عايز ايه تاني؟ مش كفاية اللي انا عايزه مش هو اللي بيدور في دماغك. امال عايز ايه يا اخويا؟ تخف رجله من هنا، ويا ريت تقطعيها خالص. شفتي اخر مرة جالنا فيها المحل ايه اللي حصل؟ كان هيطربقه، كنت هقلبه فرن بلدي، قدمه علينا نحس. خميس انت عارفه كويس، دماغه جزمة قديمة ورمانة ما بتكدبش. عشان عارفه كويس يبقى لازم تيجي منك انت بدل ما حاجة تانية تيجي مني انا، وهو عارف ان رمانة ما بتكدبش. ده انت مش ابن سوق، ده انت ابن دج. والدج يعني كلب، رمز الوفاء والاخلاص، يعني المالتي بيضون. خد مني انا بقى واستلم. خميس هنا كل يوم، وعايزني انا اقول له؟ اقول له. عايز انت تقول له؟ قول له يا اخويا، واللي حضر العفريت يبقى قابلني لو قدر يصرفه. سلام يا دوك. شكلها اخباريه في شنك يا سعد الفاشل. لسه في اول الليل يا عالم، تزهق ولا ايه؟ لا مش مساله زهق، بس يعني هات العربيه دي.
ديت؟ لا 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 اللي بعدها. عدي يا بيه، عدي يا بيه. دي سعادتك؟ لا اللي وراها الميني باص. ده اتوبيس مدارس. انا عايز اتوبيس المدارس. تعالى يا بس رخصك. اركنلي على جنب. يلا يا بيه اركن على جنب. فتش يا عم. وده ايه ده يا نحنوح؟ تباشير المدرسة؟ حدش عنده ضحكة يا سلف، أداري دموعي جواها. حدش عنده فرحة يا سلف، أنا مش عارفني، أنا التوت مني، أنا مش أنا، أنا مش عارفني، أنا التوت مني، أنا مش أنا، أنا مش عايز دوشة، أبات برة، أبات جوة، دي حاجة تبع المزاج والكيف، ماشي؟ مش عايز عكنانة، وبراحتي. محدش عنده ضحكة يا سلف. أداري أمي مالها صوت في البيت. صوت مين اللي سجل يعمل؟ ممكن تكون قطه يا سي خميس. الحريم يدخلوا الاول. خال حفظوا الظلمات يخليكم في ظهري. يلا في ايه؟ في حد كان بيحاول يحط من عطفوله يا فندينا. انتوا عارفين تتفرجوا ورا. يلا نتكلم ورا. يا ابني في ايه؟ لو قربت مني هتبحر. تبحر ليه يا ابني؟ عملت لك ايه؟ طب سيب السكينه في ايدك دي يا ابني، كده هتعور نفسك. ما تخافش، انا هسيب السلاح اهو عشان تطمن. حد يا ابني سيب السكينه اللي في ايدك دي، ما تخافيش يا كرام، ما تخافيش يا حبيبتي، ده ضيف. وكرام الضيف ايه؟ واجب طبعا. تشرب ايه يا ابني؟ تشرب ايه؟ شاي؟ شايك ايه؟ سكرك ايه؟ معلقه؟ ولا اتنين؟ ولا زياده؟ ايوه هي زياده. يلا يلا اثبت. خليك مخانق. قوم قوم اخويا. يا قوم تعالى خفيف. و
ولا أي حاجة. وط ياض حب على رجل سيدك افندينا ياض. انت ايه؟ ما بتسمعش؟ بيقول لك وطي يبقى توطي. ما توطي ياض. بالراحة يا زوز. شويش يا مطي. ده مهما كان يتعدى اسير حرب. يعني لازم يتعامل حسب القانون الدولي. ولا تحب تتعامل حسب قانون افندينا؟ ناخد رأي الرجالة عشان راجل ديمقراطي. ايه الديمقراطية يا رجالة؟ اللي تقول عليه يا افندينا. شفت؟ لازم اخد راي رجالتي. مش زي الكلب اللي بعتك تتهجم في انتصاص الليالي على بيت افندينا. المره اللي فاتت يا زوز قلنا ابنه وضناه وروحناه. انما المره دي ده كلب متأجر. انا؟ ايه الغباوه دي يا زوز؟ مطي. ايه رايكم يا رجاله؟ القانون الدولي ولا قانون افندينا؟ قانون افندينا طبعا. يبقى انا كده مضطر النفس لراسه عن جسمه وابعتها للكلب اللي بعته. وايه اللي هيقوله؟ ان خميس افندينا السجن تناه. بعد الشر افندينا. مع ان اصعب شيء قتل النفس. استعنا على الشهاب الله. خميس سيبه يمشي يا خميس. ايه؟ مش عاوز تقولي انت شغال لحساب مين؟ يا ابني سكوتك ده هيلبسك القضيه دي كلها. ودي فيها اعدام. ايه؟ مش عاوز تتكلم برضه؟ خايف؟ خايف من ايه؟ ابصلي. خايف من ايه؟ في ايه تخاف منه اكتر من الاعدام؟
هترد؟ رد عليا يا رجبي. تمام يا باشا. خير؟ في واحد يا فندم عايز يقابل سيادتك ضروري. شحتة مشاعل، صحفي في جريدة الشعلة، ومحتاج أعرف من حضرتك أسرار العملية، واسم الباشا هيكون في المانشيت. آسر منصور يواجه المجهول من أجل الوطن. هات الكاميرا دي. أغير المانشيت؟ هات الكاميرا دي بتاعت الجريدة. هات. أنت دخلت هنا إزاي؟ معرفش. والنبي ما أنا سايقه، والله بحبه. والنبي ما أنا سايقه، والله بحبه. طب هو ده باين إنه صحيح. الله ده باين إنه بجد. إيه ده باين إنه صحيح. الله يلا وين السعبة دينا؟ يا رمانة، انت مستخبية مني ولا ايه؟ لا ابدا يا باشا، انا موجودة اهو. انت عارفة مبدأي اللعب على المكشوف. انت مش لابسة كتير قوي يعني عشان تاخدي الوقت ده كله. اطلعي بقى عشان ما زهقش. حاضر يا باشا، امرك. تعالي هنا، مفيش حد غريب. الله، مالك متخشبة كده؟ معلش يا باشا، أنا أصلي تعبانة شوية. هو قديم بس مقبول. الكلام ده ما ينفعنيش وانت عارف كده كويس. مين قال ما ينفعش؟ انا قلت ما ينفعش؟ هو قال ما ينفعش؟ انت قلت ما ينفعش. اللي اعرفه كويس انه لازم ينفع يا نجمة. انت ايه يا اخي؟ ما بتعتقش؟ ما كفكش اللي لهفت من ورا نحش لحمي كل السنين دي؟ اعتقني بقى وسيبني اروح لحالي. اسمعيني كويس، انت طلبت مني ما افتحش بقي بكلمة وانا طوعتك. انت كمان لازم تستهدي بالله وتنفذي كل اللي بطلبه منك. بعدين عايز اسالك سؤال، هتروحي فين؟ وير يو جو؟ اجو مطرح ما جو يا اخويا، مالكش فيه. وبعدين لعلمك بقى، خميس لو شم خبر هيقفش جامد، وانت عارف كويس ممكن يعمل فيا وفيك ايه. احنا ليه نوصل الحكايه لكل ده؟ ما احنا ناس كبيره ودماغنا موزونه، ونعرف نلعب صح، نعرف نلعب على كله، ونعيش كله، ونكسب من كله. وزي ما قالوا في الامثال، كله على كله، لما نشوف افندينا اوعى نقول له. طبعا الملط بيضون جاب ورا، ولف الحوار وحاول بيه سكه تانيه، وكله لاجل عيون المكسب. هو المكسب وحش؟ كلنا هنا عايشين عشان خاطر المكسب. انت لما بتهز وسطك مش عشان تترمي تحت رجليك الخمسات؟ ولما بتترمي تحت رجلين افندينا عشان يحمي ظهرك مش ده برضه عشان المكسب؟ ولما بتنزلي تقعدي مع الباشا تحت عشان يحمي حب الرمان ما يتبعترش على ترابيزات الزباين، كل ده عشان ايه؟ عشان الفايف باوند. صحيح، الاصل غالب. وقليل الاصل بس هو اللي ينسى كان ايه. لو من ناحية دي انت اصيل قوي. يبقى نعمل ايه؟ نهدى، نستهدى بالله، ونعقل، وننتبه لنقمة عيشنا، وما نفتحش على نفسنا ابواب الفاير، جهنم يعني يا حياتي. وزي ما قالوا في الامثال، اللي على راسه بطحة يلبس لها باروكة. ميرسي يا روحي. ادينا نمنا وصحينا. افهم بقى، سمعوني. اللي عملناه ده كان في مصلحة الكل. أنهي كل؟ أنهي كل يا حاج؟ دي ناس اتجرأت وصلت لحد البيت، أسيب الكلب بتاعهم يروح إزاي؟ اهدى بس يا خميس،
احنا لسه بنقول يا هادي، وانت لسه طالع والعين عليك، والحكومه لو شمت خبر ايش دخل الحكومه في اللي انا بقوله؟ ولا احنا خلاص خدنا على الضرب؟ الرصاصه اللي تربصت لك ردينا عليها خميس، واللي حصل امبارح ده مش هيعدي بالسهل، برضك ليه رد. ورديت على الرصاصه ازاي خير؟ بوظ للنوح عمليه تقيله، دافع فيها قرشين حلوين. قال اه بوظتها له ازاي؟ اخباريه للحكومه. ده كلام ده يا خل، ده كلام. من امتى ردنا بيبقى غدره ولا خيانه؟ ومن امتى بندخل البوليس في اللي ما بين ده؟ لا اله الا الله، عملتك دي لو اتكشفت مش هيتأمننا هما تاني في السوق، ولا حد هيهاوب ناحية شغلنا. اهدى بس يا خميس، دي قرصة ود. ده رد رخيص، ده رد رخيص يا حاجة. ما ينفعش يطلع من ناحية افندينا ولا يطلع من ايدينا بوسهنا. ايه؟ ايه ده؟ راح فين؟ سيبها تروح يا خميس، عندها ميعاد مع الدكتور. ماشي روحي، بس ما تروحيش لوحدك، خلي الزوز يوصلك. يلا زوز. قوم يا فندينا. يا مغز يا ملط، عزة فين؟ في ايه يا خميس؟ ومين غيرهم له مصلحه يا ولد؟ بس اللي حصل حصل في نفس الوقت يا كبير، يعني ما يلحقوش يوضبوها. بس ده بقى رد الرصاصه يا حمار، مش حكايه العيل يتمسك. لا لا لا، ودي بقى دماغ ابو سنه مش دماغ خميس. اشمعنى يا معلم؟ عشان خميس ما يلعبش لعبه وسخه زي دي. جرالك يا معلم، مالك عمال تطبل له كده ليه؟ انت ناسي عمل ايه مع عيالك؟ لا مش ناسي يا خفيف، بس بقى وصول الكار انك تعرف ميزات عدوك قبل ما تعرف عيوبه. ده انا عاوز تبقى كبير يعني. انا لا عايز ابقى كبير ولا عايز ابقى صغير، من النهارده كل واحد فينا يعرف شمس بلاده تطلع منين. خساره. على كده على طول، كل ما اتزنق يخلع. معلش اصبر عليها مطره بكره يعني. الحكايه بوخت قوي يا معلم. انا لا بقيت حمل لخبطه براءه ولا حمل الغازك، انا بقى عايز اعرف راسي من رجليا في الليله دي. صبر يا مطر. ايوه يعني ناوي تعمل ايه؟ شفاعه، روح السلي كده ورا الواد اللي اتمسك، واعرف اذا كان قال حاجه وقع بحاجه، وما ترجعليش الا وانت معاك المفيد، مش هتبقى فلوس وسمعه. حصل يا كبير. انت ما بتفكرش غير في الفلوس ونسي غريب خالص. بقولت لك الصبر يا مطرة. الله، هو السمع بقى بعافيه ولا حاجه؟ مش يا معلم، هصبر هصبر. علم اخبية. ما تهدي نفسك شويه يا معلم، صحتك. هذا ازاي وانا عايش في وسط دول؟ دول ولا دول مش مهم، المهم صحتك انت يا سيد الناس. انا جبت لك القهوه والنتيل. سكر عليك سوريا. بيت يا سوريا، عايزاك. سيبي سوريا ظبط لي الحجر، النار اتطفت من قركو. أنفخ لك فيها يا معلم؟ لا لا لا، هوى عليها تقوم تشعلي. حاضر. أهو. هوى 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 كده؟ لا هوى هوى أهو، هوى 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 لغاية ما تشعلي. أهو الحجر ولع يا معلم. مش لوحدي وربنا، ما هو لوحدي، ده كل الحجارة ولعت. بقول لك إيه يا بنت؟ نعم. ما تمسحي ظهري شويه عشان يفك، عشان انسى الهم اللي فوق نفوخي ده. من عينيا الاثنين، بس مش قدام الرجاله، انا هسبقك على فوق حتى القعده. عين عليكي بنت متعاونه،
بس محتاجه مجهود. ها لازم اطلع فوق، لازم. ما تيجي يا بنت ومشي الرجاله. ها يا علي طمني، اتكلم ولا نطق بكلمه. نفس اللي قاله لك يا اخي، زي ما يكون مربطين لسنتهم من على بعد وبيحركوها بالموت كنترول، يمين يمين شمال شمال، مربينهم على السمع والطاعه خلاص يا باشا. زي الغنم عصايه واحده تمشيهم صف واحد. الواد علي بحاول افهمه واقول له ان الحكايه دي ممكن توصلك للاعدام، ولا كانه سامعني. نزلوا فيه ضرب طول الليل، انه ينطق بكلمه ابدا. جتتهم نحست من كتر الهباب اللي بيبلبعوه ده، ما عادوش حاسين بحاجه ولا حاسين بالدنيا، فصلوا عن الدنيا خالص. جبنا اهله وعيلته ومراته وعياله، نفس القطعيه نفس التناحه والسنتحه، اكنهم ضاربين من نفس الشريط. علي انا عاوز اعرف كل حاجه عن الواد ده. يا باشا بقول لك جبنا اهله وعيلته ومراته. يا علي انا ما اقصدش ده، هما اهله يفرقوا عنه في حاجه، انا عاوز اعرف اصحابه اللي بيشتغل معاهم ويشتغلوا معاه، اللي بيكلمهم ويكلموه. هم دول يا علي اللي في الاخر ممكن يوصلونا لاول خيط نجيب بيه اخر السجاده. اوامرك مدام كرامه. الحقيقه انا مش عارف اقول لك ايه، احنا كنا تقدمنا كتير كتير قوي، انما بس اللي حصل دلوقتي انا شايف ان الحاله اتاخرت جدا ومش لاقي تفسير لدوت. انت مش ماشي على علاج ولا ايه؟ طب ما في ايه بس؟ الحقيقه انا توقعت لما جوزك يرجع ان حالتك هتتحسن. في حد مضايقك؟ طب في حاجه مضايقاكي؟ ايه هي؟ لازم تكوني صريحه معايا عشان اقدر اساعد في علاجك. اطمئني هتخلفي باذن الله، بس كل حاجه هتيجي في وقتها. ثقي انك ممكن تتكلمي تاني. انت صحيح جيتيلي متاخر، لكن انا ما زلت عندي امل، انما اي حاجه تانيه بقى ممكن تستنى. لازم تعرفي ان الادويه اللي انا بديها لك ديت ما ينفعش تاخديها وانت حامل، هيبقى في تعارض بين حملك وبين العلاج اللي بديهولك. ده غير الاهم ان انت مش مهيئه نفسيا في الوقت دوت لحمل طفل والامومه. انا مش عايزك تكوني متضايقه من صراحتي، بس لازم اكون صريح معاكي عشان تقدري تساعدي نفسك وتساعديني في علاجك. مدام كرامة ممكن أطلب منك طلب؟ يا ترى جوزك ممكن يشرفني هنا في العيادة؟ طيب طيب خلاص براحتك. حاضر حاضر فهمت، وبوعدك حتى لو قابلته بالصدفة مش هجيب له سيرة الخلفة دي نهائي. حاضر حاضر اطمئني، أهم حاجة بس إنك تنتظمي في العلاج وأنا أكتب لك دواء إضافي. ويا ريت يا مدام كرامة أشوفك الأسبوع اللي جاي في نفس الميعاد. مدام كرامة هو جوزك بيشتغل إيه؟ شو؟ بلغني إن مراتك مش هنا، قلت أجي أعمل الواجب. وانت ما بتعرفيش تعملي الواجب الفوض النوم. الواجب واجب في اي حته. متشكرين يا بنت الوصول يا ذوق، انا اصلا خارج. طب ما يلزمش مني اي حاجه قبل ما تخرج؟ ما يلزمش. متاكد؟ متاكد. حاجه كده ولا كده؟ ولا كده ولا كده. راشو انت بتثبتيني ولا ايه؟ معاش اللي يثبت. ايه؟ معاش اللي يثبت افندينا. بس انت لو طلبت لبن العصفور هيجي لك لحد عندك هو بذات نفسه والعصفور. طب ما سكه بقى عشان يطير. هو مين؟ العصفور. طب ما يطير. هو انا ماسكاه؟ ما الدنيا براحة ايه؟ يتوب علينا ربنا. بقاش المر اسم الله عليه. اسم الله عليه. اسم الله عليه. بقاش المر اسم الله عليه. اسم الله عليه. اسم الله عليه.
أوعد أهل دايرتي الكرام أول ما رجلي تخطي عتبة المجلس لازم لا منطقة ولا فرد أتواجد. بقاش المر اسم الله عليه اسم الله عليه اسم الله عليه بقاش المر اسم الله عليه اسم الله عليه اسم الله عليه وأوعد أوعد برضو أهل دايرتي الكرام أول ما تمسمر في كرسي المجلس أوعدكم بالعيشة الكريمة بلا ذل بلا إهانة بلا ضرب عن قفا بقاش المر اسم الله عليه اسم الله عليه اسم الله عليه يا أهلا يا أهلا يا أهلا يا فندينا صباحنا زي الفل يا علوفة فضل وفي لا دي الحملة الانتخابية بتاعت بقاش المري دلوقتي بقاش بتاعنا اهو بعينه بنبلطج انتخابات اللي مترشح هي بقت بالدراع ولا ايه على قولك اهو قاعد جوه عمال يقول اهو تحب تبص يا فندينا بص انما قول لي مكتوب ايه الاول بقاش المري في حلو ومري ولا اتاوى ولا غرامه بكره الشعب عنده كرامه كرامه اه مكتوب كرامه اه مكتوب كرامه اتفضل شيشه المعلم يا ولا كوارع ولا يا جند الشباب كرامه بكره الشعب عنده كرامه ولا اتاوى ولا غرامه بكره الشعب عنده كرامه جند الشباب اللي حمينا المعلم خميس افندينا اسم الله عليه اسم الله عليه ريحوا الرجاله هموت يا بيس مرعوبه ايه بس استهدي بالله يا ابله والمصحف الشريف ده انا حاسه انك واخده عين عين ما صليتش على النبي عين وايه مركزه عين ايه بس خميس خرج والملط عايزني اكمل مع الباشا وانا محتاسه مش عارفه اعمل ايه في النصيبه دي وده يا اختي ايه اللي فكر الباشا بينا تاني ما هو كده يا اختي يختص يختص ويقب تاني فجاه اللعب على الكيف زي ما هو بيقول طب ما تقولي الافندينا وهو يتصرف لا انت جننتي انت عايزاه يموتني طب ما هو الباشا لو حس هيخلص عليكم انتوا الاثنين ما هي دي النصيبه يا اختي عشان كده انا مش عارفه اعمل ايه ولا عارفه ارجع للباشا ولا عارفه اتحمى في خميس طب استهدي بالله بس كده انت وصلي على النبي وانت ان شاء الله ان شاء الله هتلاقي الحل جاي لك من عند ابو خيمه زرقاء انا عارفه ان ملهاش حل غير رقبتي يا شفاعة طمني البضاعة مين وصلت بألف سلامة وفي طريقها على هنا الحمد لله عاوزك بقى انت تجهز لي الاسطبل وتخلي لي السك على الاخر مش عاوز جنس عامل موجود غيرك انت وخرفوش ورز فاهم امرك يا كبير وجيب لي براءة من تحت قطيل الارض لغايه ما اصلي ركعتين شكر براءة ليه يا كبير؟ ولا ما تشغلش دماغك لا تاخدها الناحية التانية ها؟ حصل يا كبير فاكر يالا؟ فاكر يالا؟ ولا شفاعة؟ ها؟ أنت بقى لقط الزبون عرفت الحبتين وجاي تبيع بيهم يا فندينا طباخ السن بيدوقه وأنا بقالي سنين ياما واقف قصاد باب المجلس أدخل ده وأمنع ده واقول لده يقول واقول لده يسكت الدنيا اتلخبطت خلاص محدش فاهم حاجه والبشوات اللي كنا واقفين وراهم فجاه بخ فص ملح وداب لقيت نفسي واقف قصاد الباب لوحدي قلت اخش خش يا اخويا خش وماله ما يضرش الناس تعبانه يا فندينا
لازمها دكر يقف لها في وش الدنيا وبلاويها. على فكرة أنا اخترت رمز الوطوات لأنه يناسب المرحلة. ما هو بجاش هو وطوات المرحلة. أمال عضلات منفوخة جيت أخد راحتها مش باين لها طول من عرض. على قفا إيه بسم الله ما شاء الله 7 متر رايح جاي، شعر مغرد، عينين دبلي ملانة من النهب والفردة والأتوات. يعني بدل ما الناس يغنوا لك خوف لا يغنوا لك شرعي. انت الذكر المنتظر بقى يا سيدي. الذكر هو خرج من العشة ورجع لأهله وناسه والكل بيتبارك بيه وانا اول ان يتباركين. انا في ديك الساعة فندينا لما تقف معايا في الانتخابات انا كده تبقى اتفتحت لي طاقة القدر والدنيا زهزهت والحظ انت معايا يا اخويا. ما كانش باين عليك لما شفتني، ده انت تهتهت وريقك نشف واتنيلت بنيله كانك شفت عزرائيل. ايه بياض ده انت بلطجي قديم. بلطجه خلاص بقت قله قيمه. اي عيل ومعاه شله من اصحابه يقلع ملطه ويمسك سنجه ويثبت اهل حتته. البلطجه عينت، بصيت حواليا قلت اشوف لي سكه تانيه. وبدل ما تقفش من جيوب الحاره او تقفش من جيوب الكل، بقول لك ايه يا بجاش؟ نعم. في الهتاف هنا في الاخر كان فيه بيقولوا حاجه كده، الشعب عنده ايه؟ كرامه. غيرها ليه؟ ما يصحش. عندك حق، ما تناسبش المرحله. بسم الله عليك. والمصحف ما قلت حاجة ولا اتكلمت ولا جبت سيرة حد. والمصحف ما قلت حاجة. ما تخافش، ما انا عارفك طول عمرك راجل وجدع. خايف ليه؟ خد مخمخ اشرب طلعني. أرد عليك عم الشيخ. معلم النوح كبير الصحراء جماله حفظها شبر شبر
واسمه عندنا زي الجنيه الذهب. ابنه براءة أشقى خطر في المنطقة وأسرع موزع في السوق، واسمه مكتوب بالحبر السري عند الداخلية لغاية دلوقتي. معلم أبو سنة، يا جمالك يا معلم يا خال، يا كبير الكبار، يا أمير الأمراء، يا مكيف الكيف، يا أصل الدويقة ومنشية ناصر، صيتك من الصعيد لغاية هنا. خميس أبو سنة أفندينا، برنس المزاج، أبو الرجال، وكفه معلم على وش اللي ما يتسموش. خلاص الكلام يا رجالة، الفرقة خطر والمصلحة تحكم. قبل ما تكمل يا باشا، الحكاية أصلها الدم، والدم أصله غدر. دي ما تسويش دي يا أبو سنة. الموت قهوة يا نوح. ايوه بس لما يبقى القتيل ده ابنك ولا اخوك، الكلام هنا يفرق قوي يا معلم ابو سنة. جرى يا رجاله، احنا مش جايين نقلب في الدفاتر ونصفي حسابات. اللي فات مات، كفايه عليك هنوح بضاعتك اللي راحت، والراجل بتاعك اللي الحكومه مسكته قعدت تعصر فيه عشان يقر، الله اعلم خلصتك منه ازاي. وانت ابو سنة بضاعتك بدات تشح في السوق، هتنكشف والشغل الشعبي ميبقاش يليق بافندينا. شوفوا يا رجالة، كلنا عارفين قانون اللعبة كويس، اللي هيورب سنة هيقع، عشان كده لازم نركز ونشوف مصلحتنا، واللي مش عايز ما يلزمناش. السوق زي ما ليه ايد بتدي، ليه سنان بتعض ورجلين بتفرم وتخلص. ربنا يا رب يعوضنا على البضاعة اللي راحت، وإذا كانت الخسارة على قد الفلوس ما يهمنيش، إنما الخسارة اللي لا يمكن أسكت عليها أبداً هي خسارة الرجالة. ربنا يديم علينا نعمة اللمة بتاعتنا، نعرف فاتحة على المرحوم. آمين آمين آمين. فاتحة عهد، والعهد سيف على رقاب الكل. بس أنا مزنوق في سؤال كده يا باشا. فك نفسك وقول يا أبو سنة، هو مين المرحوم؟ المرحوم يبقى الدار اللي بيننا وبينهم يا خال. سعيكم مشكور يا رجالة. استنى انت يا خميس، عايزك اسر باشا، اسر باشا. ايه في ايه مال؟ مصيبة. طب خد نفسك كده وقول لدوه في ايه. الواد اللي اتمسك امبارح في الكمين ماله؟ قتلوه. ايه؟ قتلوه؟ العمروتي ده طول عمره داهيه، يعرف ازاي يكسب اللي قصاده. قري خميس من اول سطر وعرف ازاي يجيب، بس افندينا مش ساهل. انا مش فاهم حاجه، انت مبسوطه ولا زعلانه ولا قلقانه ولا ايه بالظبط؟ خميس رجع السوق تاني، وقعدته مع العمروتي هتقوي قلبه وتخليه ما يهموش حاجة. ما انت لسه قايلة يا حاجة ابنك مش سهل. طبعا ابني، هيجيبه منين؟ ربنا يخليهولي. لا بالحق يا حاجة، البضاعة اتصبرت في الصعيد والرجالة جاهزة، انا حضرت الفلوس وان شاء الله هنزل عشان اخلص فيها. مش لوحدك يا ابو سنة. طبعا الرجاله معايا، ولا عايزه كلام؟ لا، القصد ان خميس يروح يسلم ويستلم. خميس افندينا. وماله؟ واحد يا سلام، مصر بتبقى حلوه قوي بالليله خميس.
تحس ان كلها بتاعتك ومحطوطه في جيبك، تحس انك راكب فرس وماسك اللجام كويس. مالك يا خميس؟ مفيش يا باشا، بس انت قلت لي عايزك وجينا وبقالك ساعه ما تتكلم عن مصر حلوه ومصر جميله ما انا عارف. انا متابعك من زمان يا خميس، دخلت دماغي وانا صعب قوي حد يدخل دماغي، من وانت صغير وانا مراقبك وعجبتني لان ليك كرامات مع الحكومه، واللي عجبني اكتر ان انت رميت عمرك ورا ظهرك ورحت تطالب بحقك وقتلت غريب وسط الحكومه. خيانه تمنها الموت. في السنين اللي فاتت يا خميس السوق اتغير، ناس كتير اتحرقت، انا كنت مستنيك، كنت خلاص اديت الحكومه حقها، ناخد حقنا بقى. لا يا باشا، بس انا يا دوب لسه خارج بتفرج على الدنيا من بره، ما عنديش نيه اغرس تاني. كيف ما بقاش المزاج خلاص يا خميس؟ بس انا يا بيت العمر بتاع مزاج، من وانا عيل صغير قد كده وانا بتاع مزاج، وبحب وبشتغل بمزاج، وزبايني كلهم بتوع مزاج، ناس رايقه ما عندهمش مشاكل ولا ليهم في الدوشه ولا حتى لخبطت الكيمياء. الناس اتطحنت يا خميس، بقت عايشه في دوامه. الطحنه دي خلصت على اللي في جيوبهم وخلصت على صحتهم. بقى الزبون من دول يدور على نص برشامه عشان يوانون، واللي معاه قرش ما يلزموش البني خلاص. بقى بيدور على خطين ابيض مخلوط عشان يسافر. زمن المزاج ولا يا خميس؟ انت عايز مني ايه بالظبط يا باشا؟ انا اصطفيتك يا خميس. خليك كبير السوق. ايه بيه، بس انا لما وقعت انت سبتني. عيب عليك تقول كده يا خميس، انا حاطط عيني عليك حتى قبل ما تخش السجن. امال مين اللي غير الحرز بتاع البضاعه قبل ما تروح المعمل الجنائي؟ مين اللي جاب شهود نفي وخلى تحريات المباحث تقول ان ما كانش عندك نيه تقتل غريب؟ مين اللي ضغط على نوح وقال له ما يتهمكش بقتل ابنه ويحضر المحاكمه بتاعتك كلها غير شوشره؟ كل انا عملته ده يا خميس خلاك تاخد 7 سنين بس، وانقذت رقبتك من حبل المجتمع. والحقيقه ان بدران ما كدبش خبر، نفذ كل اللي قلته له بالحرف الواحد. شفت بقى انت ظالمني ازاي يا خميس؟ بدران فيها مصر. يا استاذ انا مش هين عليا اشوفك كده بصراحه، انت ياما وقفت جنبي، اديني لا مؤاخذه فرصه ارد لك المعروف. معروف؟ ايوه، انت ياما حميتني يا اخويا من ايد الحكومه ومقالبها. الله، ما ترجع الحريم دي المخزن وروح انت نام انت كمان، او روح اقلبوا عشكم مع اي زبون تاني. ولا سوق نايم؟ السوق نايم، ده الكون كله نايم. خلاص يا اخويا، الرجاله ما بقاش ليها مزاج. اسالني انا. بقول لك ايه، انا بقى هسوقك واروقك، اقوم اعمل لك فنجان قهوه من اللي بيخلي الرجاله يجوا هنا على ملا وشهم، قهوه ام ساميه. حتى القهوه مش عتقاها يا ام ساميه، ما هم بداوا يقلوا. استلمي، افتح الباب يا واد يا حركات يا اختي، متداري في اني خن. حاضر حاضر. أمر يا بلدينا. أستاذ بدران ساكن هنا؟ أيوه. أمال أنت مين؟ أنت اللي مين؟ طب أستاذ بدران فين؟ سي بدران جو. طب قول لي إني بره. طب ثواني. استنى استنى.
لك انت عروسه. أفندينا؟ أنا ولا أكل معاك الكلام ده. أنا لا يخصني عمروتي ولا أبو سنة. أنا مش موصف لي في الليلة دي كلها يا حاج إلا خميس. يا رب ما تعليش صوتك أمال. لكن أنا مش متجعجع والصدر المكشوف. الله العمروتي حط سيفه على رقاب الكل اللي هيتحرك تحته هيقابل رب كريم. على نفسه. أنا ما يهمنيش يا حاج. أنا عارف نفسي. كده كده ميت. طب اسمعني يا عم الميت. اسمعني. فرص جاية كتير والدار باين وعزامة تاخدش والفتحة مردودة بس السكة تفك والدنيا تسلك ونلاقي له مقتل نضربه فيه. ايوه لو ان انا مش حمل تلات ايام اصومهم. يعني عايزني اعمل ايه يا حد؟ احط جزمة قديمة في بقي واسكت؟ اي ضربة هنضربها له دلوقتي هتبقى زي القرش البراري لو رميتها هترد في وشك. انما اللي هنا محدش يقدر يوصل له ساعتها هتبقى قضيه بصحيح. امرك يا معلم امرك انت والباشا. تاكلي الحمار بس فتحها بيت ماي شبرا ماشي عاجبك كده والنبي يا معلم طريقته معايا كده على طول. غبي زي امه اعمل له ايه؟ ما علينا اقولني يا معلم. روح هاتي لي فحم من عيني. بس على مهلك وانت ماشي. حاضر يا بنت على مهلك. غبي زي امه. العاشق المتيم بالعيون الملط بيضون. وايه اللي جابك السعادي؟ انا قلت برضو لازم كلامنا يكون ما بين اربع حيطان وباب وشباك مقفول علينا مش في محل اكل عيش ببانه مفندقة وخرامه اكتر من كوالينه. ملط يا بيضون انا رمانة اللي فرطت الدنيا في كف ايديها واللي هدومها شاطت من مرمطة الايام مش هتيجي دلوقتي وتلعب عليا لعبة قديمة زيتي. ايه السونة اللي انت خارجة منها دي؟ اقفل السخن وافتح الساقع شوية خلينا نركل سنولي الكلمتين. انا جايلك بالمفيد. ما انت قلتلي المفيد وانا رديت وتفتي لسه على خدك. تفتك دي وسام على صدري وانا ضميتها لدلاب الذكريات وكتبت عليها اهداء من رمانة الى المناضل الوطني الملطي بيضون. باشا ما طلبكيش. نعم امال ليه قلتلي؟ بس ممكن في اي وقت يطلبك. انا عارف ان انت مش على هواه اليومين دول هو كمان مش على هواكي بس ممكن في اي لحظه يهفوا الشوق ساعتها لنا ولا انت هنقدر نناضل ضده ولا نقول له ما ينفعش. وانا استحاله اقول له ينفع. يبقى انت كده بتسوري على النظام القديم وساعتها مش هيبقى قدامي غير حل واحد. ايه روح امك الكلام الكبير اللي عمال تقوله ده؟ انت صدقت البرنيطه اللي على دماغك دي هتعمل لي فيها يا اخويا بتاع سياسه؟ ده انت يا دوبك بتفك الخط. وبعدين حل ايه؟ جت حل وسطى انك تعتصمي وقبل ما تعتصمي ترش على وشك شويه ميه نار يمكن الباشا يتعاطف معاكي وساعتها هينفذ لك مطالبك الفئويه. تعالى بقى اوريك مطالبي الفئويه يا ابن روحيه. ما يصحش كده يا نجم عين. اتفضل. ايه ده ايه ده بتعملي ايه؟ ادي هدوم الباشا بتاعك الضرفه اللي عامله زي السجان في بيتي. انا خلاص خدت منها افراج واحمد ربنا ان خميس ما شافهاش عشان انت عارف كويس لو كان شافها كان ممكن يعمل في الكل ايه. اهدي على نفسك لا يطقلك عرق مصر عايزاكي. يلا خد الزباله دي وغوم. ماشي ماشي انا هاخدها واضمها في دلاب الذكريات يمكن يحصل لك انقلاب داخلي وترجعي لعقلك. تصدقي الحته حلوه ازاي يا فندينا ما شمهاش. والمصحف نصوت ولم عليك الخل. يلا غور يا ابن الكلب. دج يعني رمز الوفاء والاخلاص يعني الملط بيضون. سلام يا نجمه.
دلوقتي. انسى بقى السيره دي يا خميس، ده القانون يا ريس، هو يقول، انما انا لا. وانت سيد العارفين، بعدين في الاخر كله كان عشان مصلحتك. كله طلع شمال. اولاد الرفضي لو ايه، كل الشمال منفذ على بعضه. عسل اسود. 95 اللي يشوفك ولا يصليش على حضرة النبي. الله اكبر، الليلة ليلة عيد. قوم يا بنت اللي شبه ذكر البط انت. الله يا اختي، الله اكبر، منورنا ومكترنا والله. ومالك عليا حلفان، الود ود يذبح لك بنت من البنات. ما تعملوا حركة يا ولاية. الله. اتفضل يا فندينا. وانت تعرف العمروت يا مدران؟ لما بروح يا خميس. جثتي انما غصب يعمل ما بدالك. انا طول عمري عايش معاكي غصب، نفسي مره يبقى بمزاجك. انا مش طايق العيشه دي. ده وضع مفروض علينا وانت عارف كده كويس، وانا محرماك على نفسي. مش مقصر يا مطر، مش مقصر. لا، انا بعمل كل اللي اقدر عليه عشان اخطر اخويا، لكن زي ما انت شايف الدنيا معايا ملخبطه على الاخر، كلها بتلعب بيك ابن الكلب بسبع ارواح. أنا عارفة إنك مش ناسي دار أخوك، وإنك بتحبه قد ما أنا بحبه. بتحبيه؟ قوليها يا مطرة. أنا عارف، أنا عارف إنك لسه بتحبي الغريب، بشوفها في عينيكي حتى وإحنا. غصب عني. بالعكس يا مطرة، حبك لغريب هو اللي مخليني لسه باقي عليكي. وكان يعني على حبة النرفزة ولا ايدي اللي بتطول عليكي. معلش، دول يدوب حلاوة روح، فالشغل مش اكتر. صباح على خير يا مطرة. Mm-hmm.
خفي يا ابو سنة هتحرقنا. وده ايه ده اصلا ان شاء الله؟ ما تخليكي في حواجبك يا شوق. وانا كنت بنتفهم لمين بقى ان شاء الله؟ طب ادي ام القط وادي المرايه وان شاء الله يطلع حاجب ارفع من حاجب. اما اشوف اخرتها ايه معاك يا ابو سنه النهارده. ايه يا شوق؟ يعني بلاش اخد ودي مع نفسي شويه؟ يا راجل خد مني واديني، معايا البال يروق وترتاح. مش باين لها راحه شوق. ليه يا حبيبي؟ فضفض وقول مالك. ماشي فضفض ترتاح نتقاسم. مش هي دي قسمة الحق؟ كل الحكاية ان انا مزاجي مش رايق الليلة شوية بقى. ده كلام يتقال برضو؟ ده انت كده تتضرب في السوق. ده انت المعلم صاحب توكيل المزاج في البر كله. معلم وسيد المعلمين كمان. ولا انت زعلان ان خميس هيطلع معاك الطلعه بتاعت الصعيد؟ يا شوق انت من امتى بتدخلي مناخيرك في حاجه تخصنا؟ وبعدين هزعل ليه يعني عشان خميس هيطلع معايا مشوار الصعيد؟ ما في الاخر مصلحه واحده. برضه ما تاخذنيش يا معلم في اللي انا هقوله، بس الصراحه المصلحه فلتت من تحت باطك ونطت في عد افنديك. شوق ده زيت في دقيق ملكش انك انت تخش فيه. وبدل ما انت ماسكه شنيور وعماله تنخوري في نافوخي، قومي طري القعده، اعملي حاجه، ازلي كازتين، هاتي حاجه تشرم اللي بتلطش وتطهر الدماغ دي، ولا نسيتي زمان؟ لا انسى ايه؟ بس احنا في انصاص الليالي يا راجل، عايز تفرج علينا الناس؟ هي طلبت بقى، طلبت للمعلم صاحب توكيل المزاج في البر كله. قوم يا بيت. حاضر هقوم، بس بالراحه عليا جسمي بيعلم. ما يعلم، مش انا المعلم؟ ها لازم اعلم. قوم يا بيت. قوم. على الوزاء وقلة المزاج، ده ملخص الوضع اللي أنا فيه. إيه يا حبيبتي بجد؟ راجعة؟ أخيراً عرفت إن ليكي أب بيحبك ومحتاج لك. طب مع السلامة يا حبيبتي، أحسن جالي مكالمة شغل. يا مساء المزاج الرايق على عيونك. أنا بسأل نفسي أنا مش مبسوط النهاردة ليه؟ عشان اتأخرت على عمروتي بيه. جيت في وقتك يا مال. ليلة لذيذة وهنية وبالبنات محشية. هلو. ايه الكلام ده؟ أمرني، أنا هنا عشان تأمرني. تعرفوا تعملوا مساج يا بنات؟ أكيد، إحنا نعرف نعمل. ده سؤال سعادتك؟ اللي قدام سعادتك دول المارينز الوطني، عندهم القدرة على اقتحام الهدف في 5 ثواني. سعادتك إدي إشارة البدء وهم يقتحموا على طول. طب انصرف انت يا مالط وبعدي خد الفارغ. مساج الخير على عيونك. استنى يا مالط، غيرت رايي. وقف هنا صدر الخاتم وغني لي امونه وانا بتعمل لي مساج. انا سعدت.
أمونة بعت لها جواب، أمونة ما ردتش عليا، أمونة إيه الأسباب؟ على كيفك وعلى كيفك وإن شاء الله ما ربيتي عليا أمونة. أمونة إيه الأسباب؟ أمونة إن شاء الله إن شاء الله. السلام عليكم. أهلا 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 معلم خميس، نورت القهوة. ازيك يا شلوف؟ الله يخليك يا ريس. معلم، واحد سأل عليك جوه. واحد مين؟ معرفوش يا معلم، سأل عليك ودخل قاعد جوه لوحده، هتلاقيه قاعد على اليمين عند الرجالة. استنى ما نشوف الحوار ايه اللي تشوفه معلم. ما تشوفش ورايا. تسلوا تسلوا، اقعد تسلوا تسلوا. ازيك يا فندينا؟ سعادتي باشا، نور يا باشا. اتفضل. مع السلامة يا فندينا. قهوة كوارع. على عيني. حاضر. قهوة مظبوط على مية ساعة. ايه الطلة الغريبة دي يا باشا؟ أبدا، لقيت مزاجي مش رايق قلت أجي أظبطه أنا. أهلا أهلا أهلا. قالوا لي إنك سألت عليا، قال. ما استغناش عنك أبدا يا فندينا. طب إيه؟ نجيب حجر، طاولة، دومينو، سيجارتين. سيجارتين نظبط بيهم دماغنا عشان الحكاية اللي أنا هكلمك فيها. سيجارتين ملفوفين. الشقاوة دي يا باشا. مش معقولة طبعا أفندينا هيغلب في إنه يجيب لنا سيجارتين ملفوفين. يا سربيه، أنت جاي هنا عند أفندينا في منطقته وعزوته وسط ناسه، وأنت طبعا راكن البوكس بعيد. أنت فاكر إن أنا جاي لحد هنا عشان ألبسك قضية؟ أقعد يا أفندينا. أقعد يا شاهد، يعني ما بتقدرش بحد. توب علينا ربنا. والله العظيم جاي عايز اشرب معاك سيجارتين. ما بشيلوش. قول لي ان مفيش، اتصرف، مش كيميا يعني. يا مغاوري خش لي القهوة. هتبعت تجيب من المكتب ولا ايه يا باشا؟ لا حلوة. أنواع مفتخرة. مستغربني صح؟ لا خالص، أنا بس يعني آخر حاجة تخيلها الليلة دي إن أشوف جنابك. عمر يا باشا. مغاوري السواق بتاعي، حكومة يعني. عادي، وقت غلبان من الغلابة الكتير اللي محشورين في الدنيا بالزق. تعال مغاوري، تعال قرب، وريني معاك إيه. هو في سعادتك يا باشا؟ أنا ما أعرف. هو في إيه يا باشا؟ معيش حاجة يا باشا. معيش حاجة يا باشا سعادتك. باشا ده اللي أنا قلت لسعادتك عليه. مغاوري يا باشا. مغاوري. عمر يا باشا. انده على كوارع، خليه يسقيك شايف العربية. بعد إذن الباشا، بعد إذن الباشا. عشان الدماغ تعلى ويتوب علينا ربنا. الله يبارك لك يا باشا. غلابة. شايف الحبايه دي يا خميس؟ هي دي اللي انا بحاربها. انا ماليش في السلك الاوجه، انت عارف الكلام ده كويس. على الله تصمد للاخر يا خميس. اشمعنى انا يا باشا اللي جاي تقول لي الكلام ده دلوقتي؟ لان انا كان كل همي اللي جوه جيب مغاوري، وانت كان كل همك تظبط مزاج مغاوري. انا بصيت لجيبه وانت قريب دماغه، عشان كده انا محتاج للي زيك يا خميس يبقى جنبي ويكمل اللي ناقص فيا. حط ايدك في ايدي يا خميس،
نحارب بتوع كامل اللي خاربين دماغ شباب البلد دول. نحارب أي حاجة تخرب دماغ شباب مصر. ونقرا الفاتحة كمان على الحرب دي. الحشيش برا الحرب دي يا باشا. دكتورة ليلى صاحبة الصيدلية؟ أيوه أنا. إيه اللي حصل؟ إمبارح أنا كنت في الصيدلية لقيت ولدين داخلين عليا ومعاهم روشتة مكتوب فيها ترامادول. قلت لهم ده ناقص في السوق. وهو ناقص فعلاً؟ هو لسه نازل جدول من قريب بس أنا ما أقدرش أدي ترامادول لأي حد. هما دخلوا بدأوا يزعقوا جامد جداً ومصرين إن هما ياخدوه. أنا شكيت فيهم أكتر لغاية ما ناس كتيرة لقيتهم اتلموا وخافوا ومشوا. وبعدين جيت من ساعتين عشان استلم من الناس اللي كانوا موجودين هنا. بعد شوية لقيت نفس الولد واحد منهم يعني دخل عليا ومعاه ثلاثة ولاد تانيين قفلوا الصيدلية عليا وبدأوا يكسروا ويقلبوا الدنيا وزي ما حياتك شايف كده. يا نهار اسود، كل ده عشان ترامادول. فكها شوية يا شلبي، عندنا ضيف جديد اسمه البرشام، لازم نحتفل بيه، لازم تلاقي لك حل وتغرق الترابيزات بالبرشام. الناس بقت بتفيص بدري، وبعد ما كنا بنشطب الساعة 4 العصر بقينا بنشطب الساعة 10 الصبح. الناس تقول علينا ايه؟ ايام الزمن الجميل يا برنس. اسمعوني يا جماعة، احنا في مهمة وطنية، اذا كانت في ناس بتحافظ على ارواح الناس برا فاحنا مهمتنا هنا نحافظ على عقول الزباين مصحصحة 24 ساعة. الشاب من دول لما بياخد البرشام بيفضل مصحصح، يقدر ينتج، لما بينتج الاقتصاد بينتعش واحنا بننتعش، ساعتها ما بنحتاجش لاي قرض من اي دوله بره. شلبي امرني كيت لي البنات دول واخصمني نص يوم من البت دي. ليه بس يا بص؟ عشان ما بتراعيش ضميرك ولا بتخلصي في شغلك. ازاي يجي لك قلب تنام على مخدتك وانت مقصره في عملك؟ ما سالتيش نفسك سؤال واحد، ابراهيم سعيد لعيب الكوره على قلبه ايه؟ قد كده اهو. ثلاث بطولات افريقيا 2006 2008 2010 انجاز عمره ما هيتكرر، غير 12 نادي رايح جاي عليهم من الاهلي لغايه الاتحاد وسفريه تركيا، وفي الاخر بيهرب ملابس مغشوشه. يا ماما اللي قبلك شربته في ساعه واحده ثلاث ازايز، انت سهرانه معاه ثلاث ساعات وفي الاخر بتفتحي له ازازه واحده. انا لو سهران معاه كنت شربته كاس افريقيا. حبوا الصاله شويه، ادوها عرق تديكوا فلوس، ادوها برشام تديكوا احلام، ده مش مال حرام. حاضر يا ابو. ما ترديش. شلبي امرني. باب الاخلاص في العمل صفحه 4 هيتراجع كويس. اوامرك يا بص. عجبكوا كده؟ كله يبص هنا عندي، كله يجمع هنا. انت يا ماما اللي هناك تعالي لي هنا، بصي عندي هنا. انا الشغل ده ما يعجبنيش خالص، انا عايز اشوف الجديد، عايز اشوف روح الجماعه، مش كل واحده تحلق على شغل اختها. انا عايز اشوف البنت والمحل ايد واحده. البنت والمحل ايه؟ ايد واحده. هموت واعرف بتعملي ايه بالنسخ دي كلها. ببيعها تشتري.
الحب بين الرغبه والصمت. انا ممكن اخد الجزء بتاع الرغبه، اما الجزء بتاع الصمت ده فخليهولك. انت تافهه وانت هبله. طب يلا بقى عشان نلحق المحاضره. انت مثبتاني من الصبح عشان في الاخر تقولي نحتاج محاضره، شويه شويه تقولي يلا نذاكر. طب انت عاوزه ايه يا بنتي؟ فكك من جو المعهد والمحاضرات ده، كل ده برشامتين وهننجح في الاخر ونعدي. ما تيجي بقى نستبح ونعمل الصح. اللي هو ايه بقى ان شاء الله؟ هي هجايس من غير تركيز. منا اطلعي من نافوخي، انا ماليش في شغل الهجايس بتاعك ده. يلا بقى سلام. ده ايه جو الفصلان ده على الصبح؟ خبر مهم قوي يا ست ناطر. خبر ايه يا رزق؟ خميس والمعلم نوح اتصالحوا. ايه؟ كبار السوق اتلموا وقرروا انهم يوقفوا الحرب اللي بينهم عشان الشغل يمشي. كبار السوق اتلموا عشان يتصالحوا؟ انت متاكد يا ابني الكلام ده؟ شفت بعيني اللي هياكله الدوق، كانت قاعده كبيره فعايزه اي كلام كده، وكانت مليانه رجاله وحرس ياما. وبراءة؟ ماله معلم براءة؟ كان معاهم يعني؟ ايوه كان معاهم. تقوليني بحاجه تانية يا ست مطره؟ ها؟ خد يا ود وامشي انت. خيرك مغرقنا يا ست مطره، بعد اذنك. ماشي يا نوح، ماشي. علشان كده ملكش اختيار، لازم تمشي ورا اللي قاله العمروطي. دي السكة اللي هنكمل بيها عشان يرجع اسمنا يرن في السوق. انت اللي بتقولي كده يا اما؟ السوق ما بيرحمش يا ابني، وانت غيبتك طالت، وخالك مش زيك. خالك ما يقدرش على الحيتان اللي حوالينا. ومن الآخر بقى، ما احناش حمل خسارة تانية. القرشين اللي لميناهم يدوبك على مصلحة الصعيد. ولا انت استحليت النوم للمغربية ورميتنا هنا وبرطعت النوح في عزنا؟ العمروتي عايزني ابقى ضله في السوق. شفت بقى، معاه هتبقى كبير السوق. يا اما ده عايزنا نشتغل في اللي ملناش فيه، احنا بتوع مزاج الخير. طاطي للريح شوية يا خميس، لغاية ما نغطي ظهرنا ونلم اللي اتبعتر مننا. غير لك حجر ياما؟ أنا استكفيت يا ابني. ربنا يديك الصحة. ال احور شوق. لقيت نفسي عرقانة، دخان الشيشة خنقني قوي، قلت أطلع أتهوى. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي حد سألك الخال فين؟ بعد ما هد حيلي طول الليل، ضحك ورقص ودلع، بديله إيديا كده، جه في حضني وقام هوب نام. تيجي تبص؟ أبص على إيه؟ على الخال. ربنا يديله الصحة، الخال أسد. حلوة السلسلة دي. بتهيالك إنها حلوة؟ لا، إنها سلسلة. والنبي لو تعرف إيه اللي فيه هصعب عليك. هات إيدك كده وجس. بقى وليه؟ جسمي نار، تعبانة، وعظمي بيوجعني من ركنة. عايزة نصيحتي؟ يا ريت. تخشي وتركيني جوه في حضن الخال يا مرات الخال، وبلاش الواقفة هنا كده أحسن الهوا يلطشك. يلا يلا يا حلوة، يلا اقفلي. يتوب علينا ربنا. مالك متكومة كده ليه؟ مصيبة لا تكوني عرقانة انت الأخرى. ليه؟ عملت ايه انا عشان تزعلي؟ ما انا مش متعود لسه على حوار التليفونات ده، وبعدين هكلمك ازاي يعني؟ انت مش واخدة بالك؟ صوريني، صوريني يلا. مش فاهم يعني ايه؟
تليفوني؟ افتح ايه؟ تفتح الكاميرا؟ اهو عشان اشوفني انا؟ انت كده شايفيني؟ ياه ده ايه المصيبه السودا دي؟ يا بنت ليه؟ خلاص انا اكلمك ماشي قصدي هشاور لك ماشي يا اردن تعالي في رجاله كتير هتتسلم في الحركه دي يا نهار ازرق يا معلم هلا ما انت عارفني انا طول عمري كلمتي واحده العشاء عندي يوم الخميس زي ما وعدتك لا لا واطمن اطمن هعمل لك اكله خفيفه عشان ما تحماش على صدرك ماشي استنيك انت والرجاله السلامة يا معلمة على النعمة من نعمة رب انت اللي معلمة يا معلمة قدرت تضربك السوق في ثانية الا ربع ما انت عارفني يا براء انا ماليش في البيت انا طول عمري احب الحاجة الطازة قبل ما تحمض وتفوح ريحتها وتلم عليها الدبان ربنا يجعل كلامنا خفيف على الدبان براء انا مش عاوز جنس مخلوق يحس بالمصلحة دي خالص ورحمة الغريب لو عيلة ابو سنة دخلت في الحوار ده لكون ما انقشهم بسناني دول خليهم غرقانين في البن اللي راح زمن يبقوا يقابلوني مش هيدوم مش هيدوم خميس اكيد هينقل على ملعبنا وضاوية ابو سنة هيلعبوا في نفوخه جامد اه بس الخوف بقى لا تكون دي رغبة الباشا كمان يا دي الباشا يا دي البعبع ما طالما فيها باشا هتقول لي هدنة ونطاطي ونستنى زي كل مرة يا حاج خسارة براء يا ألف مليون خسارة كان نفسي ومنى عيني يا براء تتعلم من الجمال اللي انت بتربي في وسطيهم ياد خزن واصبر خزن اصبر عشان يوم ما تقلب تلاقي الزاد اللي يكفيك وتضرب ضربة معلم محمد وازاي مراتك وولادك تسلمي يا ست هانم ربنا ما يحرمناش منك يا رب استمر بقى في حوار الدعاء ده يمكن دعاء منهم يظبط معاك ربنا يسعدك يا رب ويحفظك من كل شر طلع لي الشنط على فوق عيني حاضر اهلا اهلا اخيرا بنتي حبيبتي رجعت لي وحشتني قوي يا ابوي خلاص هتزهق مني هزهق منك ايه الله يا بنت الحلاوه دي انت طالعه على ابوكي ولا ايه ها طمنيني تمام يا كوتش خلاص خدت الشهاده ولزقاله يعني بقيتي 100% في الكيمياء يعني اسيبك انا عشان ورايا مليون الف حاجه يا بنتي اقعدي خدي نفسك في السفر نفسي ايه يا عمروتي انا عايز ارمي نفسي في البول واطلع انام لي شويه واروح اقابل صحابي وحشني موت طب اعملي حسابك هنتغدى سوا لا انا اكلت في الطياره ما تعطلنيش بقى يا بنت المروسه ايه شو يعني كان لازم ابعت لك 100 رسالة عشان اشوفك يا روح الروح طلعت روحك من لوحك يا بعيد احنا مش كنا خلصنا من الموضوع ده انت يا راجل نسيت ان انا ست متجوزة ايه ده ايه اللون اللي مش لايق ده وانت فجأة كده افتكرتي انك متجوزة امال اللي كان بينا ايه ليه المدهون بزبدة كنت ضالة وعرفت طريقي طب ليك فيه؟ حاشا لله وعلى رأي فندينا يتوب علينا ربنا بص تذاكر الود تتقطع والسكة اللي بالك فيها خلاص انسدت جبرنا والحمد لله شفتي؟ اديكي فهمتيني غلط اوعى انا كان قصدي توصيه الافندينا
يقف معايا مش ضدي، ويمكن في يوم من الايام انا وانتي نتوب سوا والميه تعود لمجاريها. اسكت. ايه؟ مش المجاري طفحت في الحته وغرقت الدنيا؟ الحق بقى لم رجليك حلو وشمر هدومك كويس بدل ما تتلط لطه ما يجيلهاش دوا. ولا انا ايه اللي باصلي واطلع لك من الدفاتر القديمه اللي تنطرك من المجلس قبل ما تعتبه؟ فهمت؟ اوعى. تعمليها يا شوق. انت خدها على فين يا خبير؟ انا بقى بوديك اكتر مكان حلو فيكي في مصر. اه ده مكان النخبه، مش هي رجله دخلها هنا، خد بالك. نخبه ايه يا الخميس ده؟ دي حته لبش، ده ممكن الحكومه تكبس علينا في اي لحظه. الحكومه تكبس علينا احنا؟ خليها تكبس يا ابني، ده احنا اللي بنكبس. كملي بقى حوار شوق. اه شوق دي كانت سمعتها باب طين، وبقدرة قادر كلت دماغ المعلم وهوسته ادلعها. بس جوازته منها كانت بامر المعلمه ضاويه. وانا لما سالت الحاجه ضاويه قالت لي انها كانت جوازه مصلحه وقضيت، انما الخال شبط فيها. ضربه قطمت وسط النوح. سلام عليكم يا رجاله، زي ما انتم زي ما انتم. اه ده رجع. ضربه قطمت وسط النوح. كانت رد على لعبه البيت لما خد غصب وبتراب الفلوس. طب ايه علاقه النوح بشوق؟ ما هي شوق كانت اصلا بتاعت النوح، كان داير وراها في الافراح. هي كانت صحيح رقاصه درجه ثالثه غازيه يعني، بس كانت ب 100 رقاصه. وفي يوم كان في فرح كبير في الحته يخص واحد من حبايب الكل، بجاشي كان في توت الفرح وحامل فرقه، وجه المعلم النوح وقام بالواجب على الاخر عشان كانت شوق هي اللي بترقص. وباشاره من معلمه ضاويه قام الخال وقام بالواجب هو كمان. شوق بقت بين الاتنين مستنيه لرش اكتر، ومن يومها بقت زي النداهه اللي جذبته، والمعلمه ضاويه ما عرفتش تفك الشفره. اسبابه مين ده؟ السلام يا فندينا، نورت مكانك. اعرفك على احلى الطيور. اسبابه مكانك يا فندينا. اوف وش هنا هنا اهو. الذبابه الملعونه وقفت في على الزجاجة. لا 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 فنششتوها. ازاي؟ فنششتوها. ايوه وطارة. ايوه تمتم وطارة. بقول لك مكان النخبة. نورت مكانك يا فندين. نورت مكانك. نورت مكانك يا فندين. يلا على السلام. السلام عليكم. فكر زي ما انت يا رجاله، زي ما انت زي ما انت. والله ليك وحش يا زوز. قومر يا فندينا، هات ايدك وخدها. حاضر يا ذبابة. ايوه يا فندينا. خد بس على الرجاله ورص لنا حجرين. انت لسه زي ما انت يا ابن طافي. بس على الرجاله ورص لنا حجرين. من خيركم يا رجاله، سهرة عنب ومزاج عالي. اقعد يا بدران. انت عارف الحته اللي طلعتها دي فيها قد ايه؟ ده احنا ما صدقنا طلعناك. صدقني ايه؟ وانت فاكر ده حشيش؟ امال ايه؟ ده عجوه. مساء الخير يا فندم. مساء العجوه. شكرا يا ذبابه. بس البنت شو دي طلعت حكايه. طلعت بنت مطفلحه. مطفلحه؟ اه مطفلحه. مطفلحه يعني معقده. يعني حاجه كده يعني. اديك سمعت الحدوته كلها، خليك بقى معايا في الحدوته بتاعت انا. اعمل ايه في البلوه اللي جابتها لي البت اياها؟ اه سعاد عليك مشكله بجد يا خميس، مش عارف اعمل ايه. قال ايه هبقى اب لعيل في الحرام؟ ده انا ما ينفعش ابقى اب في الحلال. طب وانت عيبك ايه انك تبقى اب في الحلال؟ بقى مرت ايه؟ سيب لي الموضوع ده ما تشغلش بالك بيه. هتعمل ايه؟ مالكش فيه بقى، هو اكله بحلاه. انا بس اللي مستغرب له ازاي امي امنت لواحده زي دي في بيتها؟ من امتى ضاويه بتربي حيه في حجرها؟ انت شاغل نفسك بيها ليه؟ خميس اوعى تكون انت مجنون يا ابني ولا ايه؟ دي مرات الخال، وكمان ما اقدرش اخون رمانه. نعم
امال البنات ام ساميه دول ايه؟ لا 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 ده لون وده لون، دول حاجات كده للقعده والسهره نضيفه، تخلص تروح نضيف نضيف، تخلص وتروح ايه؟ نضيف نضيف. اه حاجه كده يعني ايه؟ مكملات غذائيه. نعم. اللي هو ال عصير ملكات النحل. حسبي الله ونعم الوكيل. قوم يلا قوم اقف ورا، وشك في الحيط وارفع ايدك فوق. وشك في الحيط وارفع ايدك. ايدك فوق كده. ايوه. يلا 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 جنبه يلا. جنبه يلا، ارفع ايدك فوق يلا. يلا وشك للحيط يلا. ارفع ايدك فوق يلا. جايني نوم. عملت عملة غريبة. عملة غريبة أوي. شاير. شاير. معقولة لحقت تنامي؟ عايز إيه يا أسر؟ بذمتك يا بشار أنت جايلك نوم؟ حتى لو مش جايلي نوم، لازم أتخمد عشان ابنك اللي بيصحيني من النجمة. والست الوالدة. اللي ما بيحللهاش نديه الا ساعه الفجر زي بتوع اللبن. بقول لك يا بشاير، هتسيبي بقى من كل الكلام ده وتفتكري حاجه واحده بس. انك وحشتيني قوي 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 قوي. شكلك رايق وما عندكش شغل بكره. وبعدين ايه الحاجات اللي انت حطها على جدتك دي؟ الدنيا مش بارده قوي للدرجه دي يعني. ما انت لو ايدك في المية ليل نهار وجدتك هلكانة في مسح وكنس وغسيل، ده غير انك بتهاتي ورا عيل وست عجوزة اعيل منه، كنت بردت اكتر من كده. بس تعرف يا بشاير، مع ان كل اللي حوالينا في الدنيا دي خلي طعمها مش حلو وتزهق كده ودمها تقيل، الا ان في حاجة واحدة بس بتطري على القلب كده وتعدل الدماغ تظبط الموت، ويمكن ربنا سبحانه وتعالى محللها عشان مخصوص، عشان عارف باللي هيحصل لنا. يلا يا ياسر انجز بقى واعمل اللي انت عايزه علشان الحق اتخيمت مفوق اللي ورايا بكره الصبح. انجز. مش انت اللي عايز؟ انا لا عاوز حاجه ولا طالب حاجه. تكميله. طيب عملت خير. انا اوريدي متكتكه مش قادره، كنت على هدومي في البرد ده. لا مش هينفع كده، مش هينفع كده خالص.
ده حقي وشرعي كمان. انت يا حمار دي تالت مرة بكلمك ما بتردش ليه؟ يعني ايه مش لاقيك؟ تهب وتغطس وتشوفوني فين؟ قول لأبوك عايزك ضروري. تعملي ايه عندك يا بنت؟ تعالي ورايا. خشي خشي. كنت واقفه يا بنت قدام اوضه المعلم بتصنطي يا بنت على ايه؟ ما كله عشان خاطرك يا ست مطر. عشان خاطر انا؟ ليه؟ اصل انا كنت طالعه انضف فطست في ودني كلام المعلم فوقفت اسمع بيقول ايه. وسمعتي ايه يا بنت؟ كان بيسال على سي براء وبيلح عليه قوي وبيقول ان عايزه من تحت قطيع الارض فوقفت اسمع هو عايزه في ايه. وانت مالك انت عايزه في ايه يا بنت؟ عايزه في شغل. شغل؟ قولي بنت طيبه قوي يا ست مطر، شغل ايه ده اللي هيخلي المعلم يلح عليه وعايزه من تحت قطيع الارض؟ ما تفتكري يعني يكون عايزه في ايه؟ لا يكون عاوز يجوزه عليكي ولا حاجه، ولا شايف له شوفه تانيه لا سمح الله. وانت يا بنت سمعتي حاجه؟ ما انا ما لحقتش، ما انت جيتي خضتيني وطبتي عليا زي القضا المستعجل، طيرت الكلمتين اللي كنت هسمعها. بقى الحكايه كده. ماشي يا معلمي ماشي. الله يخرب بيتك، انت عطرت فيها ازاي دي؟ المهم انت واخدنا الوقت على بيتها، هنعمل ايه؟ يا عم اخلصك من الحوار. ازاي يعني؟ مش البيت ساكنه هنا؟ ايوه. طيب الموضوع ده عندي. البيت فين؟ يمين في يمين. يمين في يمين ازاي؟ ده المفروض يبقى شمال في شمال. ده الحوار كله شمال. تعالى البيت ده؟ ايوه البيت. ماشي يلا يا زوز سامي وخبط. استنى يا زوز، مش فاهم الاول ناوي على ايه؟ يا عم هقول لك فاهم على ايه؟ اخلصك من الحوار. غلطي انت بس يا بيضه، غلطي واحنا نحل لك مشاكلك. يتوب علينا ربنا. خبط يا زوز. توكلنا على الله. تخشريش ما تخشريش، تعالى خش. مريم خلاص خلصان. السلام عليكم. سي بدران؟ مين يا سعاد؟ ده سي بدران المحامي ياما. سي بدران قولوا له يتفضل. السلام عليكم يا ماما. ازيك يا حاجه؟ يلا مطي. يلا زوز. معلش احنا طبينا كده من غير ولا يحم ولا دستور، انما بقى نعمل ايه؟ المتر مستعجل وحلال ربنا ما يستناش. متر مين اللي مستعجل وحلال ايه اللي ما يستناش يا خميس؟ انا هنا علشان اظبطك. تك على الصبر. مين اللي بره يا سعاد؟ ايه الصوت ده؟ مش عارف. ده ابويا اصل تعبان شويه. قطع الهباب اللي خلاه مش صلب طوله. مش قلت لك شمال في شمال؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ثواني بس هعمل لكم شاي. لا 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 ولا شاي ولا قهوه. احنا كده بالصلاه على النبي ما تصلوا عليه. سلام. احنا جايين في خير والعجله في الخير. سلامه ولا ايه؟ هتاخد نصيبك صبر انت دلوقتي، اصبر حبه. الابله العسل اسمها ايه؟ انا اسمي سعاد. بقى الاخت سعاد لازمانه، عايزين ناخدها لاخونا وحبيبنا وكبرنا المعلم بدران. معلم بدران مين؟ ده انا برقيك. يعني هي دي اللي مضايقاك؟ ده انت غارس في ميه تمانه. جرايه متر خميس. متر؟ الله يسامحك. خميس معلم خميس. انا عارف انك مستعجل وعارف انك مبسوط وعارف انك عايز تخلص من الحوار ده النهارده قبل بكره. بس الناس لازم تطمن ولا ايه؟ ونرمي بيضنا. مقدم 10,000 ومؤخر 10 زيهم. يا نهار اسود، وده مين اللي هيدفعها؟ حبيبي خيرك سابق. وادي عربون ربط كلام. روح يا بنت بوسي ايد عريسك. لا 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 خالص. مش دي لسه قاصر. امال مين؟ هو الرئيس مزاجه ايه؟ ها؟ شفت الكيمياء ومزاجها الزباله؟ البرنس ده لو فاق وشاف اللي هو فيه هيروح فيها. حد يقول كده برضو على حمام. حمام ايه؟ نقرا الفاتحه؟ وهات المأذون كمان. يا راجل استنى شويه. اقعدي ساكته يا وليا. ها يا زوز. بقول لك ايه؟ اطلع المعلم على الحاج متولي المأذون. ولو نايم خليه يصحى يجيب دفتره ويجي لنا على هنا، وخلي المطني يروح لمحل الحلواني ولو قافل يفتحه.
ويجيب الحلو كله. ليلة عيد. ليلة عيد ايه يا حبيبي؟ انت بتعمل ايه يا خالد؟ الف الف مبروك حبيبي، الف مبروك، الف مبروك يا بدران يا حبيبي، الف مبروك يا معلم. مفيش ابتسامه كده، رقصه، مزيكا، ليه يا ابيض؟ ها؟ مفيش زغروطه يا ماما؟ ها؟ في يا حبيبي. انا عارف انه مش مزاجك، انما ده بتاع زمان. يتوب علينا ربنا. اصلي مال لو عايز امهم كمان خدها، خليها تطلع الجايه. يتوب علينا ربنا. شكرين يا حاج متولي. شكرا شكرا، بارك الله فيك. فيك اخويا. ممكن افهم بقى ايه اللي انت عملته ده؟ انت كده عملت الصح مع البنت دي. البنت غلبانه ومش حامله فضيحه زي دي، خد بالك. ولو عايز تطلقها بكره طلقها. والمؤخر عليا يا روخه. طب والعيل اللي في بطنها؟ ده بقى الصح بتاعنا. يعني هتعمل ايه يعني؟ الزوز ومطني هيتصرفوا. علم وينفذ. هيتصرفوا ازاي بقى؟ هتطلعوا بكره يا ولاد على بجاش المري وهو هيتصرف. هتطلعوا على مين؟ بجاش المري وهو هيتصرف. بجاش المري هيتصرف؟ ده كده البنت ممكن تروح فيها. اعوذ بالله، اعوذ بالله يا عم. انت شايفنا ايه؟ التانيين وتر ولا قبضين ارواح؟ يا ابني احنا مجرد اسباب، لا حيلة لنا في رزق ولا شفاعة في موت. الله، اقول بني ادم كده؟ البني ادم كده ساعة الحظ يهيس وساعة الجد يليس. ساعة الجد ايه؟ يليس. يليس في الاخر. عشان الحوار ده صدعني ولوكلوك كتير. الحوار خلصان والبنت هتطلع لها بقرشين وانت دماغك هتفك. تمام يا ولاد؟ تمام عليك. ايه؟ قالب وشك ليه؟ قالب وشك ليه؟ ما هو 20,000 كتير برضه يا معلم. واكل وبحلقها. انت دافع حاجة من جيبك، ما انا اللي دافع كله. وليه اكل؟ انت بتلاقي فلوس في الشارع. 2000 حلو قوي عليهم. وانا اخد الباقي. انت نيت النتانة يا لأ. نيت النية. نتانة. 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 بالنسبة لفلوس الصدى اللي معاك ورا دول. نتانة. نتانة. بدل الخلصة دي يا معلم. براءة كفاية، انت شربت كتير قوي النهارده. وانت مال اهلك يالا؟ هتدفع لي من جيبك ولا ايه؟ يالا انت بتضحك يالا غلط، بتضحك في اوقات مش بتاعتها. وانا كنت قلت نكته ابو عمك عشان تضحك. عنده عشان تبقى مركز فينا يا معلم. فلوس يا برنس الليالي. خد يا شلب ورد، هات لي ازازه بدل اللي خلصت دي. ازازه واحده 4 يا برنس. شوف يا شفاعه، انا مركز قوي. انا لو شربت المحيط مسكرش، وانت دريان بالكلام ده كويس. النهارده رجاله مزاجي عالي قوي، انا مش عايز حد يفصلني. براحتك يا ابويا. ايوه براحتي. امال براحتك انت؟ وده خرفوش. امور يا كبير. ما تقوم تجيب لنا الصحفي اللي انت مأجره وانتش لنا ابو الكباتن ده صورتين، عشان فضيحته تبقى بجلاجل بدل ما هو قاعد يحسس على النسوان ويشرب. ما تقوم يالا. حصل. عم هات اللي خلفوك، نخلي فضيحتك على التيوب.
اهلا وسهلا يا مساء الانوار. ايه النور ده؟ برنس الليالي الغالي. معلم خميس حاسب يا عم، حاسب يا عم المعلم خميس افندينا، افندينا يعني المعلمه والبشويه من غير مطاطيه. كابتن مصر الصحبه دماغي. ما تخافوش يا رجاله، ده انا قايمه حقيقي بس. حياك الله. الحقي قبل رمانة الحقي. ايه في ايه يا بيت؟ افندينا وصل والواد براءة بره بيغلي وشكلها هتبقى ليله. تاني؟ الواد بره سكران تينا وحالته كرم. طب وخميس عمل ايه؟ ولا عبره وتنه يهري وينكت في نفسه. خميس استحلى اللعبه وعمال ياكل عيش على الواد ده، والبعيد التاني دماغه طاقه والحمقه واخداه، والخمره هوله والليله طويله. ربنا يستر.